احنا في الجزء الاول اللي شرحناه، السلام عليكم. في الجزء الاول اللي شرحناه اتكلمنا عن وظائف الدم، اتكلمنا عن ايه، وكانت اخر وظيفه قلنا عليها اللي هو ايه، بعد ما حصل دخلوا لنا جواسيس الجسم بدا يهاجم نفسه وبدا يعمل حاجه اسمها اوتو اميون ديزيز، منها اللي هي المشكله بتاعه الطحال اللي قلنا عليه، ومنها حاجه كمان اللي هما تويت فاكتور والامراض اللي انتم بتشوفوها دي، تمام؟ فدي كانت ببساطه وبابسط طريقه ممكن تتشرح لكم بيها خصائص الدم. يبقى وظيفه الدم ايه عندي؟ اول حاجه التنفس. احنا ما قلناش التنفس صحيح، ما حكيناش القصه بتاعته. قال ايه بقى؟ بيقول لك يا اخويا اللي انت، ولا خلي التنفس دلوقتي، هحكي لكم دلوقتي. لازم نعرف لهم وظيفه التنفس، الاخراج، الاكل، الشرب، الحفاظ على درجه الحراره، الدفاع عن الجسم، ايه كمان؟ الايه؟ التوازن بتاع الميه في الجسم، بتاع الضغط، حاجات الميتابوليك، الكلام ده كله. تمام؟ جينا بقى بعد ما عملنا كده ما سالناش نفسنا سؤال، هو الدم اصلا ده بيجي منين؟ بون مارو. هو جه من البون مارو ازاي؟ خلق ازاي؟ الاكل حديد مع بروتين وضع عليك صفر. اكل تبقى كره الدم نفسها تبقى لسه اما تشوف حاجه تبقى ما تشوف كده. برافو. غلط. الدم جه ازاي؟ الدم ده بيتكون ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى لما خلق لنا البيبي الصغير من بطن امه بدا الدم يتكون على كم مرحله؟ على ثلاث او اربع مراحل. المرحلة المخية، وبعد كده مرحلة الليفر والكدني، الليفر وبعد كده ما اعرفش في البون مارو، ثلاث مراحل. دي الثلاث مراحل بتاعتي. الحمد لله. تمام؟ لكن نركز بقى في الانسان الكبير. ركزي قبل ما تكتبي. في الانسان الكبير اللي هو احنا ماشي، ايه اللي بيحصل؟ يقول لك المريض دخل في حالة بليدنج، او دخل في حالة نقص للدم. حالة ايه؟ بليدنج او نقص للدم. نقص للدم دي نتيجه لحاجتين، يا اما هو نزف طبعا، يا اما حاله اسمها هايبوكسا. هايبوكسا دي ناتجه عن ايه؟ عن ان حصل نقص في الاكسجين، حصل اللي هو التنفس، حصل نقص في ايه؟ ده بيحصل في حالات السموكر وفي الحالات الناس اللي ساكنه على مرتفعات عاليه. ايه اللي بيحصل بقى؟ نركز قوي لان دي هنعمل بقى ربط بين حاجه مهمه جدا دلوقتي. بدا البيشنت بتاعي يدخل في حاله هايبوكسا. هايبوكسا بالعربي معناها ايه؟ نقص، نقص الاكسجين، تمام كده؟ بدا يدخل في حاله ايه؟ هايبوكسا. نتيجه بقى للي هو سموكر، او اللي هو سكن في مرتفعات عاليه، او اللي هو حصل له بليدنج. ايه اللي حصل؟ حد يقدر يربط الدم بالكليه؟ ليه علاقه؟ ايه؟ علي صوتك. لا، الدم، الدم في تكوينه. ايه اللي حصل؟ لما حصل البليدنج دوت حصل عندي حاجه خطيره جدا. حصل ان انا الجسم اصبح عندي، انا المفروض عندي مثلا 6 لتر دم في الجسم، فقدت 2. المفروض انتوا تردوا عليا دلوقتي رد بسيط خالص. يرد واحد دلوقتي يقول لي هو مش الطحال المخزون بتاع الدم في الجسم؟ انا لو فقدت دم ايه اللي هيحصل؟ المخزن بتاعي هيطلع، هيحصل حاجه في الجسم. انتوا رايكم؟ هل مخزون الدم اللي في الطحال كفايه يعوض لي 2 لتر او 3 لتر؟ مش كفايه، صح؟ فاصبح هو بيسحب، بس ايه زي ما بيقول لك نوايا تسند ما شاء الله عليكم، لكن في العلم زي الزيت، نوايا تسند زيت. تمام كده؟ ايه اللي حصل بقى؟ دخل الجسم في حاله هايبوكس، الدم بتاعه قل، الجسم حصل فيه عدم التزام، فيه هجوم شرس على الجسم، فبدا الجسم يعمل زي اتنشن، نبضات. بيعمل ايه؟ نبضات. الاتنشن دي بتيجي، ده اتنشن تلقائي ملوش اي حاجه ثانيه، بتيجي عامله ايه؟ راح عند الكدني. انت مجنون؟ هي بتعمل عند الكدني، بتطلع هرمون اسمه الاوريثرو بيوتين. الاوريثرو بيوتين دوت بيجي رايح بسرعه كده اتشال ورايح عند البون مارو، يجي مخبط على البون مارو، ممكن ادخل يقول له اتفضل عاوز ايه؟ يقول له عاوز اوبسيز. يجي البون مارو عامل ايه؟ مكون اوبسيز. عاوز وايت بلاد سيلز، اتفضل يجي مطلع. عاوز بليتلي. يبقى اهم حاجه عندي ان انا في حاله الهايبوكسا بيطلع هرمون اسمه ريسو بيوتين. ريسو ريسو بيوتين. الريسو بيوتين ده بيطلع منين؟
الكدمة. ركزوا قوي، بيطلع منين؟ الكدمة. وعشان كده الناس اللي عندها فشل كلى ودايما عندها انيميا، من هنا الياس الروتين ما بيطلعش صح؟ الناس اللي عندها فشل كلى او اللي عندها ديفكت في الكلية دايما بيبقى عندها ايه؟ ليه؟ لان في ديفكت في افاز الاسو بيوتين اللي بيحفز على الانتاج. معنى كده ان احنا في جليد كوز نعالج الانيميا ازاي؟ لو في حاله ديفكت في الاسو بيوتين مش ندي حديد، ندي ريثروبروتين. احنا هندخل في حته بغايه الخضوع دلوقتي، مش هو في اسو بيوتين بيتباع، بس هندخل في حته مهمه لازم تركزوا فيها كمان خمس دقائق بالظبط. ماشي؟ يبقى انا حصل هايبوكسا، الهايبوكسا دي نشطت الاسو بيوتين، الاسو بيوتين اتفاوز من الكليه راح رايح بسرعه على ايه؟ على البول مار، عامل له اتنشن، قال له طلع لي الاوبيزيز كرات الدم دي الحمراء. طيب طلعت كرات الدم الحمراء، دخلت بقى في اكتر من مرحله، اللي عندك اللي هو البوم والبتاع ده النوموبلاست والبري والميت، كلام كتير كده، كلاكيع كلاكيع كلاكيع. في الاخر طلع لي كام حاجه؟ ثلاث حاجات في غايه الخطوره. طلع لي ايه؟ ثلاث حاجات في غايه الخطوره، ونركز قوي 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 في اللي هقوله، مش مشكله تكتبه. طلع لي حاجه اسمها النوموبلاست، وحاجه اسمها ريتيكولوسايت، وحاجه اسمها اوبيزيز. النوموبلاست هي مرحله من مراحل تكوين، ستيج من الاستيجات بتاع التكوين ايه؟ الاوبيزيز. والريتيكولوسايت هي المرحله اللي قبل الاخيره من ايه؟ تكوين الاوبيزيز. والاوبيزيز المرحله الاخيره. جينا كلنا واحد مطلوب له تحليل سي بي سي، واحد مطلوب له ايه؟ يعني ايه سي بي سي؟ شوف الدم كام؟ اللي هو بالانجليزي كومبليت بلاد كيموجرافي. فيش برافو عليك، مش انا قايل غلط المره اللي فاتت. كومبليت بلاد كيموجرافيك، بيعمل كيموجرافي التصوير. جينا عملنا تحليل السي بي سي، طلع الوايت بلاد سيلز 36000. طلع الوايت، ركزي ما تكتبيش. طلع الوايت بلاد سيلز 36000. لا اللي انا بقوله ده اهم، هديكم فرصه تكتبوا. الوايت بلاد سيلز كام؟ تشخيص كويل المريض. طبيعي. ايه؟ طبيعي. لا 36000 ده من 4 ل 11000. تشخيص كويل المريض. هجوم على جسم لوكيميا. لوكيميا. وده وايد ولا ايه؟ وايد بلاد سيلز. ثواني بس، انت بتقول ايه؟ 36000. اه في السي الطبيعي ان هو 11000. ماشي ايوه اللوكيميا. واحنا ماسكين، برافو عليك يا عم المريض، عملتها زي دي، عندك كانسر، الف مبروك. يا خويا ايوه، هو حاله اللوكيميا سرطان الدم اللي خلت في جسمه. عملنا ايه؟ لا شاكك في المعنى. وقت عملت تحديد سي بي سي في المعمل عندي طلعت عيال 7000 بنفس المريض بنفس العيان. اوبا كده مريض طبيعي، كده مريض طبيعي. والتاني اللي احنا في العينه الاولى كارثه. ازاي يعني؟ هنعرف ممكن يحصل؟ هنعرف، انا مش هعرف افسره. كارثه. ايه يا عم الحاج؟ قال لك بص جهاز الكاونتر اللي عندنا، جهاز السي بي سي اللي انتوا دخلتوا شفتوه، دخل بتاع البتاع الخور بالانبوبه تطلع طلع النتيجه. هو الجهاز ده اتعمل ازاي؟ الجهاز ده بيعتمد على فصل كهربي، والكاونتر اللي عمل الجهاز ده عمل بقى اللي هو سلايم وحاجات كتيره كده، يعني موال كبير. المهم في الاخر هو ازاي طلع الليمفوسايت وطلع الار بي سيز وطلع البليتليت وطلع ما سالتوش نفسكم هي الحاجات دي اتصنفت جوه ازاي؟ صنفت بناء على ايه؟ على السايتس. على ايه؟ على السايتس. لما جه الجهاز يقرا العينه الاولى طلعت كام؟ 36000. هي طلعت 36000 ليه؟ هو كرات الدم البيضاء عنده صح كويسه 7000 زي ما طلع، لكن طلع عندي حاجه اسمها نومو بلاست. النومو بلاست دي السايز بتاعها نفس حجم الليمفو سايز، نفس حجم الليمفو سايز. فالجهاز قراها ايه؟ ليمفو سايز. عشان كده لازم اعمل حاجه اسمها كوركشن سي بي سي، تصحيح للسي بي سي. وعشان كده لازم اي فيلم او اي عينه سي بي سي اعملها فيلم ايه؟ ديفرنشال. المعمل الثاني عمل فيلم ديفرنشال وعمل كوركش بتاع ده كوركت للبتاع ده للسي بي سي، وطلع معدل الغلط اللي هو بتاع ايه؟ النوموبلاست. فاصبح الديفكت عندي هنا مش في ايه؟ مش في الوايت، الديفكت في خروج النوموبلاست اللي هي اب نورمال تبقى موجوده فين؟ الدم. يبقى ده علاج تاني خالص. يبقى اصبح عندي مواد تحول من مواد لوكيميا لمواد حاجه تانيه. الجهاز بيقرا النوموبلاست دي ولا ينفع
الجهاز بيقراها نفس حجم الليمفوسايت فبياخدها على ايه؟ فاكر لما عملتها ده؟ انا لما عملتها عملت فيلم ديفرنشال وعملت تصحيح، طرحت بقى عدد الليمفوسايت من التوتال بتاع التي ال سي وطرحت قدامي ايه؟ البيور تي ال سي. تمام؟ الموضوع ده هو المفروض ان الليمفوسايت اسمها ايه؟ نورمو بلاست ما تطلعش من على السماعه، عشان ما تطلعش من البون مارو غير لو هي تطلعش في الدم، ما اشوفهاش في الديفرنشال بتاعك، تفضل جوه لحد ما زي التارجت سيل كده، حاجه اسمها التارجت سيل ده ما يطلعش، لان دي ستيج من التكوين بتاعك، ما تطلعش عندي يطلع لي اللي هو الايه؟ الجاهز بس اللي هو اللي جينا كيسز ثانيه بقى، لقينا الدكتور طالب لنا ايه؟ طالب لنا حاجه اسمها سي بي سي. جينا نعمل السي بي سي لقينا الدكتور طالب حاجة مهمة، أنا أقف عشان أخد، لقينا الدكتور طالب إيه؟ طالب حاجة مهمة، طالب إيه بقى؟ قال لك اعمل لي سي بي سي، جينا عملنا السي بي سي لقينا الهيموجلوبين بتاعي 5، وهنعرف دلوقتي أهمية الهيموجلوبين اللي هو ملوش أهمية، يعني هنعرف دلوقتي هنصحح مفاهيم كتير غلط، أنت كده شقلبت الفيديو خالص، عارف الناس كده؟ لا عاملة كده أقول لك، رجع الموبايل نايم ده، ماشي؟ إيه اللي حصل عندي؟ طلع الهيموجلوبين 5 راح كاتب كده recommended for reticulocyte. يعني ايه بقى دي؟ يعني خلايا بقى شبكيه. يعني ايه؟ الخلايا الشبكيه دي هي المرحله القفل الاخيره من تكوين الريسوسايتس اللي هي قاعده الدم الحمراء، المفروض برضه ما تطلعش في الدم. لا دي بقى بتطلع في الدم، يعني المفروض طبيعي ما تطلعش. نعمل الهيموجلوبين كام؟ 5. حصل بليدنج نزف، جسم داخل في حاله هايبوكس، مش مركزين خالص. الايسوبيوتين طلع منين؟ من الكلى. راح لفين؟ على البون مارو ينشطه، بدا يكون الجسم. من كتر ما كون طلع عندي الريتيكولوسايت عالي، طلع عندي الريتيكولوسايت ايه؟ يبقى الريتيكولوسايت بتعلى في حاله النسف، بتعلى في حاله ايه؟ وبتعلى في حاله متابعه العلاج. انت لما بتاخدي علاج وانت عندك انيميا ايه اللي بيحصل؟ الجسم بيبدا يطلع، فيبدا يتابع بيها العلاج. فالريتيكولوسايت تحليل مهم، ده تحليل من اهم التحاليل اللي ممكن تشتغلها في الهيماتولوجي. تمام؟ بيتحدد عليه العلاج وبيتحدد عليه انواع الانيميا، ممكن يزيد في حالات الانيميا الخبيثه. يعني هو بيجيب ما بيكبرش يبقى يعني كده، ما هو بيتحول بعد كده، بس هو في الجسم دلوقتي الجسم اكتيفيت، فانا بشوف نسبته، هو الطبيعي بتاعه من نص لواحد ونص مثلا، لو طلع 3 معناها ايه؟ معناها ان الجسم فقد دم كتير فطلع لي. هنطلب ده في الاطفال كتير المبتسمين اللي بيتنقل لهم دم. تمام؟ في حالات الحوادث هيطلب كتير. طب سؤال معلش، هو انا لو واحد نزف كتير مثلا، انا دكتور مثلا جالي، اعرف ازاي اصلا هو نزف كتير ولا هيحتاج دم ولا هيحتاج دم؟ احنا اول حاجه اول ما الموضوع بينزف بنيجي عندنا له حاجه ايه؟ مهمه جدا، نعمل له سي بي سي. صوره الدم. سي بي سي على طول. بص على السي بي سي، هنلاقي السي بي سي بتاعتي الهيموجلوبين 5 6 7 7 ونص. اعرف ان هو نزف كتير. 5 6 7 7 ونص وانت نازل لتحت. تمام؟ ايه اللي يحصل؟ ده بيتنقلوا دم. طب من فوق الثمانيه ممكن نمشي معاه بعلاج. نقطه في غايه الخطوره. لما جينا نشوف الانميات عندنا لقينا اللي احنا عندنا حاجه في السي بي سي اسمها ام سي بي، حاجه اسمها ام سي اتش، حاجه اسمها ام سي اتش سي. ايه لازمتهم؟ حدد نوع الانميا منهم. معنى كده ايه؟ قبل ما نحدد نوع الانيميا منهم عشان الاوبسيس تتكون لازم نشوف في الاوبسيس حاجه جوه اللي هي ايه؟ النوايا، صح؟ برافو عليكم، الاوبسيس ما فيهاش نوايا، يا فشل. النوايا دي موجوده في الفراخ وفي الجمال، مش موجوده في الانسان. الاوبسيس ما فيهاش نوايا، عشان كده ما بنقولش سيل. تمام؟ بنشوف الهيموجلوبين. السيل غلط. الكوكسايد. الوايت بلاد سيل ما اسمهاش الدبليو بي سيز، ماشي؟ وانت عارفني طبعا اللي انا بقوله ده انت اكيد بتشوفني، ما اسمهاش الدبليو بي سيز، ماشي؟ يا بورسان طويل، ماشي؟ كوربوسايتس كرو ايه؟ انا عارفه زمانه بيشوفني دلوقتي، ولا اسمه بلوت، اسمه بلاد. تمام؟ ايه اللي حصل عندي؟ ولا انا كنت عندي؟ اتكون الايه؟ الهيموجلوبين. عشان الاوبسيس تتكون لازم يتكون لي اكتر من ستيج، ندخل في اكتر من مرحله. مرحلة تكوين الهيموجلوبين، الهيموجلوبين بيتكون من ايه؟ من هيم وايه؟ هيموجلوبين. الهيم بيتكون من ايرون وبروتو بروتين، والجلوبين بيعد
استخدام. معنى اللي انا بقوله ايه؟ ان انا لو حصل عندي ديفكت في الجلوبيولين هيديني نوع انيميا اللي هو الثلاسيميا، انيميا البحر الاصفر. لو حصل ديفكت في الهيموجلوبين في الايرون هيديني انيميا حديد. لو حصل ديفكت في البروتوبروفين هيديني نوع من انواع الانيميا بس انا مش فاكر اسمه، على ما اظن الاسكيوسايتوزس ده مش فاكر اسمه قوي، مش فاكر اسمه، محدش واقف لنا عليه. ماشي؟ ده فين؟ ده في الهيموجلوبين. يبقى لو حصل ديفكت في الهيموجلوبين نشك في الانواع دي. طب محتوى الخليه فيها ايه؟ سيتوبلازم، فيها ميتوكوندريا، فيها انزيم. لو حصل ديفكت في الانزيم هيديني فافيزم او جي اللي هو جي 6 بي دي، هيديني انيميا فوق. يبقى ده نوع كمان من الانيميا. عندي ايه كمان بعد ما تكونت دوت؟ هيحصل لي تكوين للسيل ميمبرين. لو حصل ديفكت في السيل ميمبرين هيديني حاجه اسمها سفيروسايتوزيس. ماشي؟ ده نوع من انواع الانيميا. اصبح عندي كم نوع من الانيميا؟ كتير. فاصبح مش كل مريض يروح للدكتور يكتب له حديد، صح كده؟ ليه ما يكتبلوش حديد؟ في انواع انيميا ملهاش علاقه بالحديد، لها علاقه بالبروتين. معنى اللي انت بتقوله ايه؟ اللي تحليل الهيموجلوبين اللي انا بعمله عشان المريض يشوف عنده انيميا ولا لا ليه اهميه؟ ليه؟ نسبيا. نسبيا. انت بتعرف بس الاول اذا كان عنده انيميا ولا لا، بعد كده بتحدد نوعها. الانيميا بتتحدد على الهيماتوكريت، انا اعرف بعد كده. دي اخطاء كتيره شائعه، ما تتعجبش، ده اخطاء كتيره شائعه. الهيموجلوبين ما بيبينش. ما بيبينليش اذا كان مايكروسيتك هايبوكروميك انيميا ولا نورموسيتك نورموكروميك انيميا. انا بقول لك انت بتحدد بس. انيميا. الهيموجلوبين طلع 9. تمام؟ طلع 9 ده عنده انيميا؟ ما اقدرش اقول عنده انيميا. ما اقدرش اقول. ما اقدرش اقول. من الـ بي سي في اللي هو او الـ اتش سي تي اللي ما تكريت. الهيموجلوبين هو حاجة مدلول لمتابعة العلاج. يعني انا لو ما عملتش هيموجلوبين اصلا ملوش لازمة. تخيلوا. على كده اصلا في من الاخر انا بيطلع لي. طيب عشان تفهموا كيسز. كيسز. انا شرحتها لكم مرة. واحدة فقر. واحدة ايه؟ فقر. ده فقر دم؟ لا فقر. من الناس الفقر. اتخلقت مع جوزها. ماشي؟ اتخلقت مع ايه؟ انزل هات لي بونبوني من تحت. يا ستي يهديك يرضيك هات لي بونبوني يعني هات لي بونبوني. الست دي كان عليها بيبي. ماشي؟ كان عليها ايه؟ بيبي. المهم جوزها بعد ما اتخانقوا مع بعض نزل وهو نازل نازل غضبان، راح ايه اللي حصل؟ عربية شريطة. راح نازل هوب نزل دم كتير. الست طبعا عشان نشوف ايه عشان هي من جوه فقر ايه اللي حصل؟ بعد كده كمان نسفه كتير. الاثنين حصل لهم ايه؟ نزيف. مجمع عله موفى. خدوا الاثنين ودوهم المستشفى. الراجل ده هيموجلوبينه 8 والست دي هيموجلوبينها 8. تمام؟ الراجل ده هيموجلوبينه 8 والست دي هيموجلوبينها 8. الاثنين اتنقل لهم دم. الاثنين اتنقل لهم. ركزوا في الكيس دي. انت قلت لازم 7 فما تحت؟ يا عم ده مثال. ماشي ماشي. الاثنين ايه؟ اتنقل لهم دم. اتابع بعد كده اشوف الهيموجلوبين بتاع الحالات دي رفع اذا كان للست او الراجل بالهيموجلوبين ولا السي بي سي، والراجل يعني للست بالهيموجلوبين ولا السي بي سي، والراجل بالهيموجلوبين ولا السي بي سي. جاوب. الراجل بالهيموجلوبين ولا السي بي سي؟ ليه؟ عشان هو اصلا لا ما اللي هيتكلم يقول ليه؟ بس هو اصلا يعني هو لما عمل الحادثه ونزل اتعمل هو كده عنده يعني مش عارفه العمر. في الحاله الاولى الست اصلا عندها انيميا. في الحاله الاولى الست عندها لكن الراجل ما عندوش انيميا. ففي الحاله الاولى هتابع بيه الهيموجلوبين مش الحاله الاولى اللي هي الست. الهيموجلوبين مش الايه؟ ليه برضه الهيموجلوبين مش لان عندي انا الست عندها مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا ومن وظيفه الانيميا دي او من الخواص بتاعتها ارجوات الدم حمرا الحمرا صغننه وكيس الدم اللي انا داخله طبيعي اللي هو نورموسيتيك نورموكوميك اللي هو نورمال ده بلاد فكرات الدم ايه كبيره لما جيت دخلت اصبح عندي اثنين حاجتين الهيماتوكريت بتاع كرات الدم الصغننه والهيماتوكريت بتاع كيس الدم فالجهاز راح جامع الاثنين وقاسم ونطلع النتيجه، النتيجه دي مظبوطه؟ انا خدت نتيجه ايه؟ حاجتين، فالست دي بتابع لها
هيموجلوبين. طيب اللي هو جل ما عندوش انيميا، كيس الدم اللي راحله ما فيهوش انيميا، فايه اللي حصل معايا؟ الهيماتوكريت مفيش فرق واحد او اثنين، فده الراجل ده تباله سي سي. تمام، معنى كده ايه؟ اللي انا اعتمد على الهيموجلوبين ولا الهيماتوكريت؟ لكن ما ينفعش ولا يجوز ان انا اعمل تحليل هيموجلوبين عشان اشخص مريض انيميا. دايما وانتم شغالين هيجي الدكتور البيشنت ده يقول لك والله يا دكتور انا بشك من كذا وكذا، عاوز اعمل تحليل هيموجلوبين عشان خاطر اشوف عندي انيميا ولا لا. هنيجي نقول له ايه؟ هنقول له ايه؟ يلا عشان موضوعك؟ لا، هنقول له يا حاج دي اول مره تعمله ولا انت بتعمله على طول؟ هيقول لك لا يا ابني والله دي اول مره. قول له يا حاج الصح ليك، الصح ليك تعمل سي بي سي. ليه يا ابني هو انت عاوز تاخد مني فلوس؟ هيقول لك لا يا حاج انت هتعمل سي بي سي عشان خاطر بناء على يحدد لك نوع الانيميا، وبناء على نوع الانيميا تتعالج صح. هو تفرق في العلاج؟ اه طبعا. هنعرف دلوقتي. تفرق في العلاج؟ طفل 13 سنة بيتابع معايا في المعمل، جاله تسمم من علاج دكتور، هو الطفل جي 6 بي دي، الدكتور اداله حديد، بدأ يدي الحديد الهيموجلوبين ما يترفعش، يدي الحديد، قعد يدي يدي، ايه اللي حصل له؟ دخل في تسمم، التسمم ده المفروض يتشال له طحال 13 سم. كل مرة يجي يعمل تحليل بنسحب له 15 سم. ليه ليه ليه؟ عشان ما نتابع بيه. مش عشان أنت مش فاهم أو أنت فاهم وبتستعبط أو بتستسهل تضيع الناس. مش كل مريض عنده بتاع ده أنيميا تدي له حديد وفهمنا السبب، تدي حديد امتى؟ لو في ديفكت فين؟ عارفين عشان اعرف في ديفكت في الحديد بعمل ايه؟ بعمل كومبليت بلاد كيموجرافي سي بي سي، بعمل ريتيكلوسايت خلايا شبكيه، بعمل سيروم فيروتين وسيروم ايرون وتوتال ايرون بيندنج كابستي وساتيوريشن، كام تحليل؟ وستول. حد عارف بعمل وستول ليه؟ لان لو في حديد بيبقى لون بيأثر على لون البراز. عشان لو في بارازايت ممكن نوع من انواع البارازايت يعمل انيميا زي الكليستوما تعمل انيميا خبيثه وتنزل اوكلر بلاد في الصور زي الاسكابس. عشان كده هتلاقوا غلطه بشعه، مطلوب للولد كومبليت ستول اناليسيز وهيموجلوبين، اشتغلنا مفيش بيضه نزلت فين؟ في الاستوم، بس في ايه؟ في انيميا. جه الدكتور عامل مدي الواد فيتامينات صح؟ عشان الواد يخرج صح؟ ما عملناش ديليت. ما عملناش ديليت ايه؟ الفيتامينات اللي خدها عملت ايه في الديدان؟ كبرت الديدان، لا الواد خف ولا الديدان. ما اديش علاج انيميا غير لما اعمل ديليت كوز عالج ديدان. تمام؟ بتقولي معنى كده ايه؟ عشان احدد نوع الانيميا هبص على الام سي في والام سي اتش. هنلاقي الام سي في قليل اللي هو مين كوبسايكل فاليو ومين هيموجلوبين كونسنتريشن ومين كونسنتريشن هيموجلوبين كوبسايكل او حاجه كده. هنلاقي ايه بقى عندنا؟ هنلاقي الام سي في والام سي اتش تحت لو، دي معناها ايه؟ مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا اللي هي ثلاسيميا و بتاع ده انيميا الحديد والكلام ده. هلاقي الام سي بي نورمال، ونركز في الحته دي عشان اسالكم فيها. يعني ايه نورمال؟ يعني طبيعي، يبقى دي نورموسيتك نورمو كوميك. طيب هلاقي الام سي بي عالي يبقى دي ماكروسيتك انيميا. تمام كده؟ طب هي انت مش قلت دلوقتي ان الام سي بي والام سي اتش نورمال صح؟ ماشي. الام سي بي والام سي اتش نورمال صح كده؟ طيب دلوقتي حضرتك بقى هي دخلت تبع انواع الانيميا ايه؟ لكن لو قلنا مثلا شعب كله سنته قد كده دلوقتي ايه اللي حصل؟ ان احنا قلنا ممكن يكون في ديفكت في الجي 6 بي دي في الانزيم صح؟ ممكن يكون في ديفكت في السلم المناعي، يبقى انواع الانيميات بتختلف. لكن لو انسان طبيعي خلاص هنعرف دي ازاي ودي ازاي من الكيسز من العرب. تمام؟ دي كان شرح بسيط للهيماتولوجي. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب.